أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب الذي نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لبيع الأراضي الزراعية اللي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغت حوالي 164 مليون و517 ألف جنيه. دي حصيلة بيع 13 قطعة فقط بإجمالي مساحات 1160 فدان. تفاصيل أكتر بينضم لي على تليفون أستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي. برحب بحضرتك يا أستاذ أحمد. يا أهلا بك يا أستاذ شريف. يعني نقدر نقول أن هذه الحصيلة من 13 قطعة مساحات 1160 فدان تعتبر مرضية وذو فارق كبير؟ ده مرضية جدا، وطبعا احنا ما يرضناش حق الدولة الا المليارات، تمام، انما هذه الحصيلة طبعا مرضية جدا جدا، لانه انت بتتكلم عن رقم ما كانش يتحقق نصه لو بيعت الارض بالطريقة التقليدية القديمة، او لو تركت للناس اللي كانوا بيمارسوا الفساد على اراضي الدولة. حقيقة ان المزاد ده ادى رسالة واضحة انه فساد او انه المزادات هي افضل وسيله لمكافحه الفساد وغلق باب الفساد فيما يتعلق بملف الاراضي. انت بتعمل مزاد علني على عين كل المصريين، كان منقول على شاشات القنوات الفضائيه. المزايده كانت واضحه، اللي بيقدر اللي عنده قدره كل واحد داخل عارف هو عايز يشتري لغايه كام، فانت اهم حاجه عندك انك بتستغل ده انك توصل لاعلى سعر، وده اللي حصل امبارح. كان في اراضي بدا المزاد ب 35000، وكانوا متوقعين اللي هم رايحين يشتروا انه مش هيزيد عن 70000. الفدان وصل 175، في فدان وصل 352000، في فدان وصل 200000، فانت خدت اعلى سعر نتيجه المزايده ما بين الموجودين في المزاد. ممتاز. النشاطات اللي هتقوم بعد كده على هذه الاراضي اللي تم بيعها ايضا هتخضع لاشراف هيئه التعمير والتنميه الزراعيه؟ بالتأكيد، لأنه العقد اللي هيوقع مع الناس اللي اشتروا هذه الأراضي في شرط أساسي. الشرط هو أنك أنت أولا بتستخدم هذه الأرض في الغرض المخصصة لي وهو الزراعة، وإذا خالفت بيجوز أنك أنت للهيئة أن تفسخ العقد وتسحب منك الأرض مرة ثانية. ده رقم واحد. رقم اثنين، أن نفس العقد برضه هيتضمن أنك أنت الغرض المخصصة لي هذه الأرض انت هتستخدمها وتعمل هذا الغرض او تنفذ هذا الاستثمار في مده لا تزيد عن 3 سنوات. اذا ما عملتش ده في ال3 سنوات فانت بتثبت انك انت غير جاد، ومن حق الهيئه ايضا انها تسحب منك الارض. ده ليه يا استاذ شريف؟ لانك انت بتتكلم ما بتبيعش الارض مجرد انك انت عايز فلوس تدخلها خزينه الدوله، طبعا ده هدف من الاهداف، انما الهدف الاهم والاسمى انك انت بتحاول تستثمر كل شبر من ارض مصر لصالح الاقتصاد المصري. انك انت ما بتسترد، احنا اللجنه ما استرددتش هذه الاراضي عشان تبقى تحت ايديها وخلاص خد سيطره الدوله، لا، انت استرددتها من ناس كانوا عايزين يتاجروا فيها ويتربحوا منها ويسقعوها عشان تديها لناس عايزين يستثمروها بجد، يستثمروها في الزراعه فتبقى في قيمة. يعني الاراضي دي ما كانش عليها، هذه الاراضي ما كانش عليها اي نوع من انواع المشروعات طيله الفتره الماضيه اطلاقا. دي اراضي من وضعوا اليد عليها او من اغتصبوها او من تعاملوا عليها واغتصبوها بغرض المتاجره والتربح وان يبقى عندهم الاف الافدنه. فانت خدتها منهم عشان تديها الناس بقى هتستثمرها في الغرض المخصصه ليه اللي هي الزراعه، عشان تبقى فيه قيمه مضافه. انت عندك مشكله، عندك مشكلتك انك انت اراضي الزراعه قليله جدا وانه فيه بتتناقص بشكل كبير جدا. مش معقول يبقى عندك مشروع للاربعه مليون فدان وبتبداه بمليون ونص فدان، وفي نفس الوقت عندك اراضي بتتاخد ما بتعملش بيها حاجه وبتتسقى عشان تتحول لمباني. فانت واخد هذه الاراضي علشان تديها للي بيقدر يستثمرها صح ويستثمرها وفقا للقانون ووفقا للغرض المخصصه ليه، هو ده الهدف الاساسي. عشان كده انت بتنفذ استراتيجيه الدوله واستراتيجيه الرئيس في انك انت بتستثمر كل شبر من مصر، انك انت بتمنع الفساد، مش بتنتظر وقوع الفساد ثم تحاسب، لا، انت بتوئد الفساد في مهده دون قبل ان ينتشر وقبل ان يؤتي ثماره. طيب امتى نقدر نقول المزاد الثاني هيكون موجود وقائم على الارض؟ بعد العيد الاضحى مباشره، المزاد رقم 2 ان شاء الله. بعد العيد بنفس عدد القطع ولا باكثر؟ ان شاء الله. يعني في حتى الان 37000 فدان تم استرداد. 37000 فدان، نعم.
سلمت اوراقه من هيئه الخدمات الحكوميه اللي اللجنه كلفتها بانها تدير المزادات لبيع هذه الاراضي لصالح هيئه التنميه الزراعيه. الهيئه شافت بوفق خبرتهم في السوق انه ما ينفعش تطرح هذه الاراضي مره واحده. لان لو طرحت ده بيأثر على السعر وبيأثر على حصيله عشان كده كان رؤيتهم ان يتم تقسيمهم الى قطع مختلفه وكل مجموعه قطع تباع في مزاد منفرد. وبالتالي الفتره القادمه ان شاء الله هنبدا بعد العيد وهنبدا تتوالى المزادات واحد تلو الاخر لغايه ما نخلص. في نفس التوقيت اللجنه شغاله برضه في استرداد الاراضي التي يثبت عدم جديه من وضع اليد عليها او رغبتهم في التربح منها. كل ما بتتسحب اراضي من الناس وبتسترد اراضي من الناس بتدخل في مزادات، وبالتالي المزادات يا استاذ شريف مستمره طوال الفتره القادمه لبيع كل ما يتم استرداده من اراضي الدوله. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ايوب، شكرا لكل المعلومات وكل التفاصيل اللي تفضلت بيها، وهنتابع معاكم بالتاكيد كل المستجدات المتعلقه باعاده استرداد الاراضي المنهوبه للدوله واعاده بيعها مره اخرى بعد العيد ان شاء الله هيكون ميعادنا الثاني. إذن 164 مليون جنيه حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإجمالي بيع 13 قطعة والمساحات 1160 فدان.